لكن لا سلمى اكيد بنرحب بضيوفنا المميزين، هن جزء من انتصار حلب. اكيد زينب ما بيصير نكون موجودين بحلب، وخصوصا نحن عم نحيي ذكرى الانتصار وما يكون ضيوفنا هن ابطالنا من جرحى الجيش العربي السوري واهالي الشهداء طبعا، لانه بفضلهم وفضل تضحياتهم نحن متواجدين باي مكان بسوريا الحبيبه. بعام 2016 كان التحرير، ومن عام 2016 حتى هذا العام ما زال ابطالنا بالجيش العربي السوري وجرحانا هن فاعلين ومتواجدين بكافه المجالات. أكيد يا سلمى، ودائما الجرحى الجريح هو جريح، يعني اللي هو انجرح مو بس هيك، بس داوى جرحه الانتصار، داوى جرحه لما شاف نتيجة لتضحياته، واليوم فعلا أحلى نتيجة بانتصار حلب. وأكيد الجرحى عندهم إرادة للحياة كتير كبيرة، ما وقفت عملهم، في منهم أنجز، في منهم تعلم، في منهم عمل مشروع، في منهم فعلا كمل بشيء هو بحبه لأنه عنده إرادة الحياة أقوى من أي شيء بعد ما ضحى بجزء من جسده الغالي لتراب هالبلد الغالي اللي بتستحق منه. اليوم رح يكون معنا بطلين جريحين اكيد من ابطالنا، الجريح البطل محمد جحجاح والجريح البطل احمد حمدي. كل عام وانتم بخير، بدي لكم لانه لازم اقول لكم كل عام وانتم بخير، ويسعد لي هالصباح. يسعد صباحكم يا رب، سعيدين اليوم انه نتشارك معكم طبعا ذكرى الانتصار. ورح بلش معكم بالبداية بسؤال مشترك، دائما نحن بنسأل اي جريح واي بطل، صح هي الذكرى صعبة ذكرى الاصابة، ولكن هي بترجعنا وبتفرجينا قديش ابطالنا كانوا موجودين بكل ميدان، وترجعنا بهالمعارك المهمة اللي انخاضت على هالارض لحتى وصلنا لهون. حضرتك وين انصبت وحضرتك وين انصبت؟ لا انا جريح احمد حمدتي مثل ما عرفتوا، انا انصبت هون بحلب بالاشرفيه بتاريخ 2013 15/3/2013. كان في اشتباك مع المسلحين، والحمد لله الله صمني باصابه، ويعني رويت ما بيقولوا دماء الوطن. الحمد لله طلعنا من الاصابه، يعني اول شيء دخلنا بمرحله معينه صار مثل نوع الكابه، مثل صار معنا حاله معينه، والحمد لله تشافينا وطلعنا منها. نعم. يعني اليوم اي جريح لازم يطلع، يعني صح صار بجو هو تغير عليه حياته 180 درجه مثل ما بيقولوا، كان بمرحله انتقال لشيء، بس حياته رح تكمل، وسوريا دوما متعوده، يعني مثل القلعه اللي شايفينها هلا هي صامده وعمرها من الاف السنين، نحو السوريين الحمد لله نفس هذا الشيء. نعم. يعني لازم اي جريح اي شخص دخل بمرحله صار معه اي شغله يطلع منها بكل سهوله. صح يعني بيعدي بشغلات مطبات بالحياه، بس بالاخير بده يطلع بده يكمل. اكيد اكيد. محمد، انا الجريح محمد جحجاح، تصاوبت 29/10/2016 بمنطقه منيان، يعني بمعارك التحرير. بمعارك التحرير قبل التحرير بشهرين تصاوبت. كان خبر النصر لنا انه مثل واحد عم بيقول له انه شفيت انت، ما عاد انه فيك شلل، انه ما عاد جريك انه مشلوله. كنا بالمشفى نحن ورفقاتي الجرحى، فاجانا الخبر مفرح، يعني نسينا اصابتنا، نسينا كثير امور. يعني نحن الجرحى شامخين مثل قلعه حلب، مثل ما هي شامخه بحلب نحن كمان شامخين بجراحنا بالدماء اللي طهرت هالاراضي، وما بنقول غير الله يرحم الشهداء وشفاء العاجل للجرحى. نعم اكيد. انا كمان بدي اسالكم، يعني بما انه انتم شامخين مثل قلعه حلب، وهذا الشيء اكيد ما عندكم إرادة الحياة مثل هالبلد، الجريح يعني قد ما كان في عقبات بطريقه لكن عنده إرادة كتير كبيرة ليقدر يوصل. طب خبرنا محمد وأحمد، خلينا نحكي شوي أنه اليوم أيضا عملية التأهيل لحتى تنشفوا من جراحكم، أو حتى كمان المساندة لمشروع جريح وطن، كيف كانت؟ تحكوا لنا عن هي المرحلة بالذات. تفضل، دائما عندك، ما ختمنا من عندك. هلا اول شيء طلعنا بمرحله العلاج، تعدينا بفتره مثل ما بيقولوا الشفاء، بعدين قدمنا جريح وطني اللي هو المشروع شركه ماديكسا. نعم. اللي هو الشفاء المشافي بالاضافه الى الدكاتره والادويه الى اخره. بعدين نعم. دخلنا مرحله جديده هي مرحله الرياضه، اللي هي كان كثير مؤثره للجريح وكثير كانت مساعده، يعني كان بجو الوجع والمرض والحكي في الليات بيخفف شوي. بعدين جانا جو الرياضه اللي هو بتطلع من البيت بتعرفي على اشخاص جداد، بتساوي شيء، يعني مثل الله صار الدوره الاولى للجريح وطن الحمد لله، يعني شاركنا فيها انا وصديقي. رح نرجع نحكي عليها بالاول. كمان محمد، انا بحب اقول لكل الجرحى انه لا تستسلموا، اطلعوا انتم عنصر فعال بالمجتمع، لا تيأسوا، خلي يكون عندكم
تفاؤل وامل للحياه، تشوفوا الدنيا بكل جوانب تبعيتها، انه ما نشوفها نحن بس انه انا بشوفها من نوع اصابتي مثلا، انا انه على الكرسي ما بحسن اتحرك، بس انا رفيقي على الوكر، لا نحن بنشوفها من كل الاطراف، يعني هو الوكر ولا الكرسي ولا اي شيء هو مساعد لنا لحتى نستمر في هالحياه، نتخطى كثير صعاب، اي واحد فينا عدى بمرحله ياس واحباط، بس نحن كشباب الجرحى كلياتنا ايد وحده، منواسي بعض، منكون مع بعض، يعني نحن جسد متكامل. أكيد، وخاصة لما حكينا عن أيضا مساندة مشروع جريح وطن لإلكم، يعني مثل ما سألتكم هالمشروع قديه هيك حسيتوه كمان كان قدم مساندة وسند لإلكم، خاصة أنه أنتم جرحى مع بعض والاسم له من ذكرياتكم حكاياتكم نصيب جريح وطن. جريح وطن قصة 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 كبيرة، يعني قصة هي بتجمع جسد واحد بكل سوريا، يعني الجرحى هن عبارة عن جسد واحد، وجريح وطن عم بقدم لنا العلاج، مثلا عم بقدم لنا العلاج، الجلسات الفيزيائيه اذا حدا اضطر لعمليه كمان انه عم بقدم له كوصفات طبيه ادويه. نعم. فانه عم بقدموا لنا كثير طبعا برعايه السيد الرئيس والسيده اسماء فهن الداعمين الاساسيين للجرحى. نعم اكيد. كمان احمد، يعني خلال هي الفتره كان عندكم مشاريع خاصه اشتغلتوا عليها، وكمان الاولمبيات كانت فرصه كثير مهمه لكل الجرحى، شفنا صوركم، كنا عم نتابع طبعا على التلفزيون والتغطيات، شفنا كيف كان الحماس، يعني نحن عم نطلع الحماس بين الفرق بين المحافظات السوريه ايضا، لانه الجرحى كانوا من مختلف المحافظات. خلينا نحكي، اخذت يمكن جائزه بالاولمبيات، خلينا نحكي عن هي الفتره. شاركت انا بشو اسمه اللي هي كره السله على الكراسي، وشاركت بالحديد، الحمد لله حققت المركز الثالث بالسله، اخذنا ميداليه برونزيه ومركز الخامس بالحديد. كانت كثير تجربه كثير حلوه، تعرفنا على شباب جداد، مثل ما بيقولوا اني اكتسبنا المهارات من بعضنا، بالاضافه اني صرنا نداوي بعضنا مثل ما بيقولوا، يعني الجريح اللي عنده كان اصابه طلع منا بمرحله بطريقه معينه، صرنا نداوي بعضنا بهالشيء. نعم كمان. طبعا الرياضه هي اعطتنا شويه حياه، اعطتنا شويه امل وتفاؤل، اعطتنا انه الطاقات المخبايه جواتنا خلتنا انه نطالع اكثر، يكون لنا شغف الحب للرياضه والحياه. نعم طبعا شاركت انا بالسله بس مشان وضعي الصحي تركت، لعبت حديد قوة بدنيه رفع اثقال، جبت المركز الرابع، وان شاء الله هلا على التدريب رح ارجع انه مشان احقق طموحي اخذ المركز الاول. يعني كثير حلو انه نلاقيكم هيك سنه عن سنه، كل جريح عنده مشروعه الخاص، عنده بطوله خاصه، بتحسوا انه حالكم فعلا عم تنجزوا شيء، عم تحسوا حالكم انه فعلا هذا المشروع فعلا قدم لكم، وايضا مشاركتكم بالاولمبياد كمان عم تعطيكم حافز للاستمرار اكثر واكثر وتطوير نفسكم اكثر واكثر. انا اليوم بدي اياكم كمان توجهوا كلمات لزملاء الدرب من جرحى واهالي شهداء، خلينا نقول شو بتحبوا تقولوا، وخاصه نحن يمكن مرق خمس سنين يمكن اكيد الاحباء ذاكره اكيد ما بتنساهم، لكن دائما بضلوا بالقلب، بضل كل ذكره انتصار هيك ذكراهم خالده، خلينا نقول شو بتحبوا توجهوا هيك كلمات. نبدا من عندك يا احمد. اول شيء الله يرحم الشهداء ويشفي جميع الجرحى. هلا الجريح الشهيد الله يرحمه استشهد، بس اكيد عاف ذكرى حلوه. صحيح. اللي هي الشهاده والفخر. يعني هي والفخر هي اعلى 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 منزله عند الله سبحانه وتعالى، وبالدنيا اكيد كمان اهل الشهداء هن الاولويه المكرمين. نعم. بيجي بخصوص الجرحى، الجرحى الحمد لله الجريح اول شيء لازم ما ييأس، يعني انت قد بكل شيء، يعني بتعدي بكل مطبات الحياه بس بدك تطلع منها، لان الحياه مكمله، يعني مثل ما فيك وبلاك مكمله، لا كون انت خليك قد وانجز. صحيح. يعني اليوم انت بتطلع من اصابتك، تطلع بتساوي شيء جديد، بتفتح مشروعك الخاص، تتزوج، بتصير عندك اطفال، بترجع الحياه مثل ما كانت قبل الاصابه، يعني هي. صحيح. الاصابه هي مرحله وبتعدي، وبالاضافه هي محنه، يوم نحن بنكون قد يا صحيح صحيح. تفضل محمد. طبعا الرحمه للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونحن طبعا بنقول لك كل ام شهيد انه ابنك ما راح ما راح انه دمه رخيص، لا نحن اولادك ونحن نحن حيينا الوطن، يعني ابنا سقى دمه بروحه كرمال الوطن، ونحن كمان قدمنا قطع من اجسادنا لهالوطن، وان شاء الله يعني
نحن تعبنا كرمال هالوطن يرجع يعيش من أول ويرجع الحياة له، إن شاء الله نحن صامدون. والوطن إمت ما لبانا، لو نحن كنا بإصابتنا نحن مستعدين نقدم له أي شيء نحن منحسن عليه، طبعا كان بالدراسة بالعمل بالكتير أمور يعني. أكيد. وقول لرفقاتي الجرحى أنه لا تستسلموا، وكل واحد عنده مواهب بس ينميها هو جواته ويكون واثق من حاله. أكيد. نعم. يعني نحن صغار قدام كلامه. صحيح صحيح زينب. يعني بالختام كمان بدي اقول انه كل مره بنستضيف فيها حدا من جرحى الجيش بيقول حكي بخليك بتنسى اي شيء انت متضايق منه. صح كلات عم نمر بظروف صعبه، ما حدا فيه ينكر هذا الشيء، ظرف اقتصادي والوضع صعب شوي على الناس كلياتها، ولكن هي الازمات كل ما عم بتقوينا اكثر، واكيد وجودكم انتم اليوم عم بقوينا ايضا برغم كل الصعوبات. الواحد بيطلع هيك بحس حاله صغير، انه شو عم بفكر، شو متضايق وفي كل هالقوة هاي. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا. شكرا لكم ومشكورين كثير. شكرا لوجودكم معنا يا ابطالنا. كلمة بطل بتليق فيكم، الابطال حقيقيين. وكل يمكن تضحية، انا متأكدة انه زرعة نصر وزرعة امان عم نعيشه هلا ونلمسه هلا. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.